أول تجربة راح نخوضها معناتها بمفهوم تطبيق القانون العضوي الجديد اللي هو ميزانية البرامج. على بالك ميزانية البرامج تحب يقول أن هناك تأخذ وزافي دي كريديت عندك تمويل، ولكن ضمن برامج متعددة السنوات وأهداف محددة. هاد اليومين راح يكون هناك ورشات، خدينا 4 ورشات، وهذه الورشات راح تعمل على أساس وضع عقود نجاعة ومؤشرات تسيير حسب التوجيهات المنصوص عليها في المذكرة التوجيهية لقانون المالية 24-26، أي تعبئة الموارد، عندنا رفع الحس الجبائي كذلك، يعني عندنا كذلك توسيع مجال الضريبة، تبسيط الإجراءات، ومنها وهذا اللي راح يكون، يعني إذا عملنا خلال اليومين